بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم لواد يوتيوب شانلك علمي أونلاين أكاديمي. مقعد أحمد محمد علمي. إيميل كليك على صحيح لك أنا واقع أن سلسلة صعدتان علمي أونلاين أكاديمي وجانل سودايا وحبر الشهير جامعة ديدا قارعان بيزنس فاينانس إكنوميكس ما دوين كاس أما السبت قال حديدا كان عسكي إلا قالا إن كورسيس كا أكبح جانل كان وحاكم إذا أكاونتين كا وحاكم إذا اللهم صلي على محمد إكنوميكس كا مانيجمنت كا ماركتينغ كان وحاجه لوغو تلاقي عشان كان صفرية يعني ارضيدا سومالي دو فاجي شتو كان على كوتش ان سلو كلا واحد كي ريسا شانل كان واحد كي ريسا اكاونتينغ سوفت ويرز كان باكيجز كان سيدا كويك بوكس كان دي بي ستريو دبان 10 ضني وفري والعب عن اني تايم نواد دي جيسن كرتا مش هدون تا ديو تشوغ نواد اكسس كرين كرتا ان وانت عالم كوحو اوريقيا اما سو كرديا وحبر شادة اونلاين كا وقاد بفضلين صدد كويني وحبر تعال ان مانتا كورس كينو كوتشيرنا و principles of marketing و حنو بلابينا قيبتي سلابات و روح النو قادن ناي سلال جبتر هوري و بوغا فيليب كوتلر جاري آمسترونغ لبداني اي قرين المراعين ان بوغو سلال نصور شيرني و حبو قيب السماء اللهم صلي على محمد أفر قيبو سيدو قلنا واللواتن شبتر وي كورس كيني هوري Principles of Marketing 1 وحينو قادن شبتر 1 إلا إيه شبتر 9 أما Part 1, Part 2 إيه Part 3 قيب كاملا وحينو ودبي Developing New Products and Managing the Product Life Cycle سيدان صوش عيقينا كورس كي هوري قيبتني وقيبت أمهم سن وقفك ماركتين كا تولس كا أولنا قنايسا أو أبيك سن أيو ماركتين ميكس كا product price place and promotion أما 4Bs كا وحين قصوا برانين وينو قدن بيه وحالي هذا product كا اللهم صلي على محمد مانتا وحين بلابينا chapter 10 Pricing, understanding, and capturing customer value. Bogan, principles of marketing. Then so she will recommend it work to Uhuria. Madida marketing. I'm called an alocustimal chamada ecologist. Are they going to include the Bogan issue? Very important. While Intel can anchor you hackabadan into Boga Kuan and Rabokor at the new. أخرجتهم. أوكي. ما أنت عشر كي نقدر إنه عشر كي كود. chapter 10. pricing أيو كور مايا. price ساعات قانين. هذا والله economics. in supply يا demand يا price relationship كده حيا. و fundamental. وحنا نقول price كم هو كرده وانت demand كم هو يراتها وانت supply كم هو كرده price كم هو هوسد عنه وانت demand هو يراتها اللهم صل على محمد وانت demand هو يبطلها ادي price كم هو هوسد عنه وinverse relationship بعد حي supply كم هو يراتها price كم هو هوسد عنه وانت demand هو يكرده supply increase
واي برايسكو حكم دي وحي على قف ك فاكتوريز ك اللهم صل على محمد سامين تقوله الوحي يسدو بلادكو انسنتيف ك حيوي دي كريدي ليا وحكم دا هذه شيء قاس قيمي وهو سطح وطلب يدين وحبرا يسدو واللي بعد دي أي نورمال جوك شابتا كان هدي لاي كاديو وجودين كيسو حوي إنينو answer the question إنين كتشو أبنو سؤاشا what is a price حو يقيمو and discuss إنين كهذا الله the importance مهمة of pricing in today's fast changing environment مهمة دولي pricing كو مانتا الدنيا دا fast changing environment ديان كان ديك ديك إسو بدليا لأنه حلا غودنا دون كيوسكو فرمي كمبتشين كيو باتاي مركا برايس كا مهمة دولي هاي مانت change in environment باي مركا وروح لغا با إنا دي شركة دو أي local competitors كيسكي كيسي مكا international بالرس كيسي لأنه حلا غا با online إما حلوي إي بيو وعالم قف مباشو دون وحكو سيب سيب وحيالا كل يوم تشبتر كنكو برندونو حكمي دا أما ينكو جوا بدونو identify the three major pricing strategies صدح دا pricing strategies اي ووووي you discuss وحينو قهال دونا the importance of understanding يمهمة دا اللي دي اللي فهمو customer value perception customer value perception قفك customer كهي سيدا اوحو قيمي company costs كم ميجا كوستس كيسا كو يو كمبيتيتور استراتيجيز يو كمبيتيتور كا استراتيجيز كيسا وين ساتين برايس مالك قيمة هلو تشرا يو صدح وحبينو ايجينا ومهيمة كستمر فاليو بيرسبشن سيدو فاميو كم بري كوستس كا كم بري كم حلو قصو صاري عالابتن اما عالكو جوك تايسان يو رياكشن كا استراتيجيز كا كلمة يو كمبيتيتور كا ويو كمبيتيتور كو فالألين أما الجواب اللي يكبحني برايس كهدي كمبني كهو تابطو كاسنا وحالي هذا major pricing strategies سياسة ده هي استراتيجية ده برايسيس كهو تاكا صدي حدنا وحوي identify and define إنينو وغانو قيحنو other important external and internal factors الرمقلة والدبدة أما قلوها affecting or something like the famous pricing decisions. Kembaliga pricing decision kis. Ana kembaliga pricing kumu kusumeneyo arima gudo iya arima dibeda o ankuwa alin soshe gnei hain o competitor kiyo haain ya iya gnei. Kwa arun haan loyna wa other internal and external considerations. Hayala haka le internal ka iya external ka e upa tiri girinta affecting something like pricing decision ka. In this chapter, chapter can we look at the second major marketing mix tool. Marketing mix tool ki labad ola jado pricing, price, place, promotion. Afarta bi ye producti. Ora producti ke nu sobrane mat pricing production. Marketing mix tool mix marketing mix tool kasi huawei. Wahyalaha u control karo. Of the marketing ka ama kambini ee oo ku ciyaari karo dhaqdhaqaajin karo waa tool sida maarte baanad iyo dismiska iyo dubaha aynu isticmaalo si aynu hawl ugu adeegsano if haddii effective product development haddii product development ku waa chapterkii hore waxaan ku soo baranay haddii effective tahay haddii ay promotion ku isna effective yahay iyo distribution ka ya so the seeds of business success intaasi effective product development promotion iyo distribution kuba so the seeds of the business success ay shiniyeyaan ya marka beerta la qorayo waa taas shinida ama seedka lagu baadiyo business ay yihiin business success key waxa uu gaartaa effective pricing kula waxa weey is the harvest wa harvest ki taas wixii soo go'ay oo la goosanayo magar
That means product development, promotion, your distribution, series of the business success behind. Price income from money harvest and output key. We are going to a pair to know that is. Yeah, معنى هذه كوغا سفيع نادو برايس كاغو مو فيع نانيا بركا معنى هذا من الفائدة سكت بحليسا فيمس كمبانية دو successful at creating customer value كمبانية دا كو قوليستا إني أبوران customer value إن customer كو أيو سميا وحالا value customer value كاد منيس customer كا وحال او يبسان ايو benefit كاو كيريو ايو كوسكي سمار كا او اسبار بديكو هدي اي value ما هو سمعنا إيش هو؟ With other marketing mix activities must still capture some of this value in the price they can. هل كواحد لو قلت له marketing mix activities كي that means product كي promotion كي distribution كي هدي إنت صار دل أي أبوران customer value يا yeah? still هتنا capture كمبني لا successful كي capture وحي هلان مقبصدان value of this value in the price حق price كان دي ام اي هيريان اما اي شقي سنين تزميش قيمة في عمبالة قصي سنين يا مالا دي customer value ابوطي ادو استعمالي marketing activities كي اما tools كي in this chapter كان we discuss وحي نقول هذا النوع the importance of pricing قيمة مهمة لها pricing كو dig into three major pricing strategies سدح تري برايشن استراتيجيز أيينو دك قدينا مركا and look at external and internal considerations that affect the pricing decisions. In the next chapter كقول حيغانا وقوبيطنا we examine وحن إيغنا some additional pricing considerations. Chapter كقول حيغا كاللفت جيسو وحن قلنا pricing considerations كالا إي approaches كالا أيين قدنا معنا لبدا chapter 1 10 إي 11 لبدو pricing كأي آل واحدة. What's the price? What's the price? Price هو حوي is the amount of money والعقد charged لو طلع عيو أما لقى قاعد عيو for a product or service ألعبه أما هذيك قيمة العقدي عينو كقاعد إيرنا price ويسير نقانو وحي الكل قفك كستمر كيوحو نسيني طبعا العقد ونسيني مركين يمين price كهدي قرنو حل قوشيكنا العقد بالقوشيكا $10 way, $10 way, $10. Marka price ku amount money ga ayu charge gareeyno qofka product iyo service ka. It's the sum was ku darka of all the values, the man values ki that consumer could give up in order to. That means qofka consumer ki acta u inasiinayo. Isaga le qofka customer ka acta qiimay u leedahay. Ya, way sugeynta customer ku give up u ka tagayo. In order so to gain uuhelo the benefits faa'idadi ama manafacaadki having inu qaato or use ama u isticmaalo a product or service magar qofkan consumer kay ya halognay marku doonayo inu shay iibsado shayga iskama iibsanayo waxba u iibsanayo inu manafacaadsado ya dee cunto tahay inu cuno oo inu jikaalo hadii uu dhakhtar yahay inu la daweeyo. But these are the benefits. Magrat. Sid okale of ki value ayu isaguna bixinaya. Lacag buu intu haystay ayaa isna ka baxayso aan ku soo noqonay. Magrat. Marka was some of all the values that consumers. Ilaa waxaan bilaash maaha. Magrat. Ma badan inuu nacbo qofkii consumer ki lacag buu bixinaya ka baxaysa. Isaguna waxa weeye wuxuu doonay inuu benefit helo. Pricing is the number one problem facing many marketing executives. Marketing executives ka nimanka marketing ka departmentada shirkadaha xagga marketing ka maamulkooda haya ee fuliya pricing waxa weeye number one problem waa mushkiladda koowaad ee facing ay wajahaya. And many companies shirkada badan do not handle pricing well. Pricing kooda si fiican uma sameeyaan. waxa laga yaabaa inay competitor ku nidaam muxuu ku iibinayaa qiimahaas dadinaa qiimuhu raaxa oo aanay waxyaalo badan tixgelin. Marka maxaa loo baahan yahay price ka sameynayso waxa aanu soo sheegnay oo customer value allahumma salli ala competitor reaction ka waxa soo dhig inuu tixgelinaa loo baahan hadii go'aanka shirkadaha cid u qaabilsan pricing ku qaybta marketing ka because
qaybta marketingku suuqi iyaga og productionku waxa laga yeeran ka warran qiimaha uu siinayo laakiin cidda la soconaysa suuqa waaya oo sidoo kale customer-ka la qiimeynaya perception-kiisi some managers view qaar ka mid ah maamulayaasha dadka shirkadaha maamula view waxay u arkaan pricing-ku inuu yahay big headache inuu madax wareer weyn yahay preferring instead waxay ka jecel yihiin inay door bidaan instead to focus on inay eegaan other marketing mix elements kale oo aha product promotion iyo place saddexda kale ayay jecel yihiin because waxay u arkaan pricing kuin mushkul yahay waana runtii because haddii kor competitors iyo customer kuwa labaduba reaction bay ka sameynayaan price-ka competitor-ku haddaad price-ka taabato isla markii wuu ka falcelinayaa consumer-ka laftigiisu price-ka haddii wax laga bedelo wuu ka falcelinayaa haddaad ku riliso ama hoos dhigto sidaa daraaddeed waxay u arkaan mushkilad weyn iyo caqabadaha ugu waaweyn pricing-ku no matter what the state of the economy xaaladda dhaqaale waxay doonto ha noqotee pricing-ku companies should sell value waxaa rabaa kambaniyu inay value iibiyaan not price maaha price-ka waxa weeye shirkadu haddaad doonayso inaan xaalad dhaqaale aanay saameyn kugu yeelan xaalada dhaqaale markaan leena waxa weye haddii recession jiro haddii inflation jiro iyo haddii uu suuqu fiican yahay wuxuu doonama ha noqdee waxaad ogaataa kambanigu hadduu sameeyo ama u iibiyo waxa leedahay value that means qofkan consumer-kaahi wax uu qiimeynayo ma garad because qofka consumer-kii wuxuu eegayaa price-kii lacagta ka baxaysa iyo benefit-ka uu helayo hadduu haddeer goor arkay inay benefit-kani ay u qalanto lacagta ka baxaysa that means waxaad abuurtay value marka kambaniyadu waxay iibinayaan yaanu noqon price-ka ee ha noqdo waxa uu iibinayo value yah waxaa laga eegayaa value from the point of the customer historically taariikhiyan price has been the major factor affecting buyer choice haddii taariikhduba aynu qorno qorno waxyaalaha major factor iska saameynta kule buyer-ku wuxuu ahaa price-ka waana run ilaa hadda caalamka intaynu ognahay adduunyadu jirtayba waxaynu ognahay in haddii iyo goor price-ku marka uu goes up quantity demanding way yaraada macnaha marka price-ku down yahay quantity demanding increase macnaha waxaan ognahay labadooda xiriirka ka dhexeeya demand-ka iyo price-ka marka sidaasay historically waayo had iyo goor marka la doonayo in product-i aynu iibino ama qiimo u jarno waxaleagaaga sidee customer-ku uga jawaab celinaya maga ilaa hadda weligeeda saasahayd in recent decades haddaba laakiin muddooyinka dambe taariikhiyan saasahayd in recent decades however non-price factories waxaa jira non-price factories factories kale oo aan xagga price-ka ahayn have gained oo helay increase in importance muhiimad weyn saasahayd taariikhiyan even though xataa haddii price remains one of the most important elements that determine if I miss marketing share and profitability iyo inkastoo ay jiraan arrimo kale oo non-price factories oo saameyn ku leh buyer choice-ka haddana baa layidhi even so saasi jirto price-ku remains one of the most important still waxa weeye price-ku kuwa ugu muhiimsan elementska ee determine gareeya famous market share kambanigu market share-ka uu ku yeelanayo suuqa iyo kambaniga profitability-sa macnaha non price factors baa jira waxaa jira advertising-kii oo saameyn ku leh waxaa ka mid a availability alaabta oo saameyn ku leh conveniency-ga oo saameyn ku leh waxyaalaha kale oo dhan oo non price factories baa jira quality baa ka mid a magar haddana waxaad ogaataa weli price-ku waa sidii macnaha every time price-ku waa taagiyay ama berigii hore ha noqoto ama imika ha noqoto price is the only element way in the marketing mix price-ku waa element-ka ya keliya ee marketing mix-ka ka mid a afar tb that produce soo saara revenue dakhli all other elements dhammaan elements-ka kale oo dhani represent waxay u taagiyiin costs
برودكت مركز اللي طلب جرينيو كوست باي نجليه مركز بريس كا كوست باي نجليه انجلينا ديستريبيوشن كو خرج شوي ما قلت بروموشن حيسين تا ديسكاونت نبا وحاسودن وخرج لكن برايس كم شوي أفرتن إلمنت أما ماركتينج ميكس وكا سو صار ريفينيو دخل الشركة تدمنش هذه برايس في عنا هذا شو ولا لا تقدر كيبشو دخل بدل ما تدريش هذه برايس كو هوس كاكر دعو وحني هنا دخل بدل ما تدريش معنا كسو صار دخل يجا وإنفلو أما كاش إنه سو صار وبرايس كو كل أوردر وكوس يو برايس كو is also one of the most flexible marketing mix وهو كلو برايس كو كبد وين هو كلاودن هو most flexible marketing mix marketing mix كا هو كان flexible وجد بها بدن الارق لقاشين كرو unlike product features your general commitment is price can be changed quickly unlike product features كان product development كا كتشرني features كا product ولا باي that means وحيالا ديرات كا product كا لو ترو او features كا sido kale na journal commitment ga ama journal ka commitment is that means distribution ka price can be changed quickly price ku aya ka degdeg badan inad dhaqaajiso macna inad product development iyo journal commitment at samayso dhaqaajiso waxa ka fudud inad dhaqaajin karayso si dhaqso ah price ka well kaaga ma baahna isagu kharash price ku price ka inta iga inta san siinaya وحاول بان تجس من decision كسمحه لكن كون كلا أوردن مركزون سين product development وين product هي وحيل على كل كسر سعيد سا distribution كي وين دكان لبطن يجان يو outlet بطن سمحه قاسو من خرج بيو بعدين أما وحاول بعدين وقتي هي ما قرت لكن price كو very quickly ولا بدري كه price have a direct impact on firm's bottom line price كو سامن توسع وحكله bottom line كا تدمنس فائدة الشركة ده أما profit كأي كله سامي small percentage improvement هذه in year لا يعاقشيو pricing كا معناه هذه price كا in year أكود درتو أو أكود سرقة شو can generate وحابور كتلات percentage وينو increase profitability وفعلي ذات كورينيا معناه 10% أما 5% price كا أكود درتو ما قلت أكود سرقة لا أكود كر لا وحبذن بيبتدي سفاعي الشركة ila shirkadan waxa ay u socoto waa faa'iido macnaheedu waa profitability ga si xisaab ay ku dhin kartaa more important as part of the company's overall value proposition price plays the key role in creating customer value and building customer relationships more important inta waxa dheer oo muhiimada ah wax weyn price ku waa part of company's overall value proposition magar لكن أول ما أدنو value proposition كا كمبنيكا تعني كمبنيكو وحن أولي وان يبين ياه value كله price كو بلي وحيارا بلي سوحيارا كي role مهمة in creating in elaborate customer value and building إيانا لسميو customer relationship بسحي معنى price كو قيبو كقادن ياه ما قلت إيانا لأبورو customer value لأنه وحن نولي customer كو عكتن كبحيسو إيليا sidoo kale na price baa waxaan isku keen xidhaya adiga iyo consumer laftigiisa ama customer relationship dad min sanduuq ku qanco dad min is wax weeye oo price ka ku qanco category maay customer smart managers marka managers ka maskaxda badani treat pricing waxa uu la macaamilaa price ka as a key strategic tool inuu yahay key strategic tool for creating in lagu abuuro and capture lagu qabto customer value So, see other added instead of shying away from pricing, how can you add pricing to the current market? Yeah, madam, we need to add how to the current market. Smart marketers who are embracing why so the way it is as important competitive asset in a unlocked competitive asset. Yeah, major pricing strategies. Inshallah, I'll share with you. I'll come back to you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته